اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بيكم. بتجدد لقائنا النهارده وحلقه جديده من برنامجكم نور الحياه. النهارده موضوع حلقتنا جميل جدا ومختلف وبيهم كل البنات. النهارده هنتكلم عن احلى فساتين، سواري، زفاف، خطوبه. طبعا احنا طبعا داخلين بقى، طبعا كل بيحب يعمل خطوبه او زفاف قبل رمضان. كل سنه كل الامه الاسلاميه بخير يا رب، وكل سنه برضو كل ام بخير يا رب. النهارده معانا الحقيقه اكبر براند من خلال الشرق الاوسط متواجد معانا النهارده من خلال برنامجنا، برنامج نور الحياه. النهارده معانا البراند الكبير اللي منورنا النهارده ومشرفنا النهارده من خلال برنامجنا، ونرحب بيه ضيوفنا النهارده الكبار اللي منورنا ومشرفنا طبعا النهارده، الاستاذ ابراهيم السعيد صاحب محلاته فساتين السواري والزفاف والخطوبه. نورتنا يا استاذ ابراهيم، وشرف لينا ان انت متواجد معانا. وطبعا معانا البراند الكبير المتميز طبعا المعروف منور مصر، وطبعا عارفه ان حضرتك سوري ومنورنا ومشرفنا طبعا، وعارفين طبعا ان حضرتك بسم الله ما شاء الله براند كبير ومتميز. الاستاذ باشمهندس زكريا منورنا طبعا، يا استاذ زكريا صاحب شركه ميرسابي منورنا طبعا. وطبعا عارفه ان دي شركه عالميه طبعا لفساتين السواري والزفاف، وطبعا هنتكلم عنها النهارده باستفاضه ان شاء الله باذن الله. منورنا ومشرفنا، وان شاء الله يا رب الحلقه تنول اعجاب الجميع. في البدايه يا استاذ ابراهيم، سعيده بتواجدك معانا طبعا النهارده. عارفه ان انت بسم الله ما شاء الله، يعني انا جبتك من على السوشيال ميديا. انا عارفه طبعا ان انت مشهور من خلال فساتينك ومحلات بتاعت حضرتك بتاعت الفساتين السواري. سريعا كده كلمنا، ادينا نبذه سريعه كده عن حضرتك في البدايه. في البدايه طبعا انا كنت صاحب اتاليه. بداتها الاول خطوه خطوه. بداتها الاول اتاليه عندي في البيت، وبعد كده فتحت اتاليه في شارع الترعه. وبعد كده نزلت هنا على القاهره، حبيت نظام البيع والتوزيع احسن يعني. ويعني الحمد لله الامور تمام، في البيع احسن، وكمان احنا حبيت ان انا اعمل مكتب تصدير عشان خاطر يعني ان الواحد يوصل يكون حاجه باذن الله يعني في هذا المجال يعني. ربنا يوفقك. انت بسم الله ما شاء الله مشهور في مجالك جدا يا استاذ ابراهيم، يعني حقيقه انا عارفه برضو ان انت بسم الله ما شاء الله بتلبس ناس كتير جدا معروفه من خلال الاتيليهات بتاعت حضرتك بتاعت السواري. ايوه انا بدات طبعا بتلبيس العرايس، وان انا ازاي اعرف ان العروسه السمراء تحتاج ايه، والبيضه بتحتاج ايه، والقصات طبعا بتكون ازاي كده يعني. بدات كده المشوار، بدا معايا كده. وبعد كده اتعرفت على الاخوه السوريين طبعا، منورينا طبعا، منورين مصر طبعا، يعني ما شاء الله يعني اصحاب الذوق العالي الجميل بجد والله في كل شيء يعني بجد والله يعني انتوا على راسنا طبعا. ربنا يعزك يا رب. ربنا يخليك. وبدا المشوار من هنا يعني، لحد ان انا فكرت ان انا انزل التجمع عند الاخ زكريا افتح مكتب وابدا اصدر الفساتين. بدات اصدر الاول للمغرب والجزائر. طب قبل بقى ما نعرف موضوع التصدير بتاع حضرتك برضو طبعا، ناخد نبذه صغيره كده نعرف برضو الساده المشاهدين. هو طبعا غني عن التعريف طبعا باشمهندس زكريا صاحب شركه ميرسابي. طبعا عارفه برضو ان حضرتك بسم الله ما شاء الله تعرفت انا برضو على حضرتك من خلال قنوات كتير جدا. عارفه ان حضرتك نزلت في قنوات كتير جدا، وطبعا من خلال برنامجنا طبعا لنا الشرف ان انت متواجد معنا النهارده برنامج نور الحياه. والله شرف كبير والله. الله يخليك يا استاذ زكريا. انا عارفه طبعا ان انتم بسم الله ما شاء الله الاونر، يعني لكم بصمه كبيره جدا في موضوع الفساتين السواري والزفاف. نعم. فحضرتك كده برضو ادينا نبذه صغيره كده برضو. نحن عباره عن شركه تصنيع وبيع. تمام. في عندنا طبعا محلاتنا موجوده، وكلياتنا مثل حكايه الاستاذ مثلا الاستاذ ابراهيم مثلا كموضوع بيع، كموضوع اي شيء. نحن مختصين مثلا بالتصنيع الفستان من حد ما يكون قماش لحتى ما يصير فستان كامل متكامل. يعني مصنع كامل متكامل موجود عندنا. يعني حضرتك بتصنعه من الالف للياء، من الالف الى الياء، من القماش. يعني نحن بيجينا عباره عن قماش. تمام. ونحن بنحط الخامات مثلا، بننسق الخامات مع بعضها، بننسق الجبيرات مع بعضها، لانه عارفه على كل ماتيريال وليها حاجه مثلا لازم تكون. تمام. ومن نكون مثلا اول شيء انه نكون متابعين الموضه اول باول، يكون حتى عملائنا يكونوا كمان مرضيين مثلا بالاذواق كلياتها. الديزاين بقى، التصميمات بقى حضرتك اللي بتعملوها ولا نحن اللي بنعمل كليات التصاميم والهالشيء؟ يعني حضرتك كليات بسم الله ما شاء الله. برضه انا عارفه التصميمات السورية يعني كلها صراحه، يعني انا برضه تعاملت مع محلات سوري كتير جدا ما شاء الله، كانت مختلفه برضه في التصميم يعني. لا طبعا شيء اكيد. نحن عباره عن شغل ك
كخط انتاج خط هيك نحن كل قطعه لازم يكون التصميم مختلف شكل. وطبعا اكيد نحن اول شيء بندرس كسوق كمثلا خلينا نفترض مثلا سوق المصر هو شو مثلا محتاج الذوق تبعه الطريقه تبعه لانه انت مثل ما انت عم تعرفي الاغلبيه بتحبي ايه لانه مثلا الخليج مثلا عندنا غير مصر غير سوريا كل غير كل بلد وليها تقاليدها وطريقه لبسها طريقه 100% بتختلف كل بلد عن الاخرى اكيد طبعا. اي نعم ما شاء الله عليك انت عندك فكره كافيه كمان وفكره كبيره ما شاء الله عليك. انا تعاملت مع محلات سوري كتير جدا بسم الله ما شاء الله برضو ولقيت فعلا التصميمات بتاعتهم جميله جدا مختلفه يعني حتى انا لما كنت بلبس اللبس فهم من نفسهم يعرفوه يعني انا داخله مكان يقول لي اللبس ده سوري تصميم سوري افطار مثلا ده كذا. الحمد لله هي رب العالمين رزقنا بهالشغله انه مثل حكايه اللمسه وحتى كمان ذوقنا يعني الذوق العالي صراحه الحمد لله رب العالمين كلياته يكون متابع مع بعضه واخر شيء نحن بنتمنى من رب العالمين انه هذا الشيء ينال اعجاب الجميع يعني ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله اكيد طبعا بلمستكم جميله وبعدين بسم الله ما شاء الله يعني الشركه بتاعت حضرتك شركه مميزه ومعروفه الله يبارك يعني. في عمرك الله يسعدك يا رب الله يخليك ان شاء الله كلياتها بشكل عام انه تلاقيها هلا بتشوفي حضرتك كمان الصور معك ياهن ان شاء الله بس المخرج الكبير بتاعنا استاذ وليد بس بيحضرها لنا واول ما يتجهز ان شاء الله هنعرضها ونبدا نعلق عليها ان شاء الله تفضل نرجع لك تاني طبعا يا استاذ ابراهيم يعني ان انت مكسر السوشيال ميديا الصراحه يعني الحمد لله الاعداد معايا صراحه قالوا لي لا ده بسم الله ما شاء الله يعني منتشر كتير جدا وذوق عالي جدا في الفساتين وبرضه في نفس الوقت الاسعار متهاوده لان يعني طبعا انت عارف طبعا الناس كلها كل واحد هلا انا عارفه طبعا ان انت عامل اسعار خياليه وعامل كمان تخفيضات بمناسبه برضه ان شاء الله في موسم جاي وكده تزاوج وخطوبه وكده والله الحاجه اللي انا اتجهت لها اكتر يعني بالنسبه للاسعار السوريه لقيت ان انا مثلا الاسعار السوريه بتبدا باسعار خياليه جدا وانت عارفه ودي طبعا حقيقة. انت انا اتعاملت مع حضرتك ومع زميلاتك كتير طبعا كتير يعني والحقيقه انا اخذت من حضرتك صراحه كنت بحضر فيه بمهرجان صراحه الحمد لله يعني نال اعجاب كل المتواجد بجد والله احنا يعني. اهم حاجه ان العميل يكون مرضي وان الرقم بتاعنا يكبر مش يصغر يعني انا كل تعاملي عن طريق الرقم بتاعي يعني انا اتجهت هنا للقاهره نزلت يعني اي مشكله في بتقابل اي حد بيحب يلبس السوري ان هو مثلا ان انا حضرت حفله او حضرت مناسبه معينه في فستان مثلا مش معقول ان انا مثلا انزل اشتري سوري ب 12000 جنيه او ب 15000 جنيه المعازيم هم المقربين لك واحد مش هينفع انك يعني تقرريه لحد تاني أكيد. احنا طبعا بنعمل الشغلات دي يعني باسعار رمزيه جدا عارفه انت بتبيع يعني هو بيع مش تاجير بيع. باسعار لا رمزيه السوري كله بيع ما عادش نظام الايجار خلاص دي مرحله فاتت الحمد لله احنا الوقت كله شغال بيع ما عادش عندي حاجه ايجار ورقمنا الحمد لله انتشر ونزلت هنا التجمع خدت مكتب والحمد لله رب العالمين يعني ده من فضل ربنا الحمد لله يعني تمام ربنا يوفقك استاذ ابراهيم دايما ويزيدك نجاح يا رب وتالق باشمهندس زكريا الصور طبعا متواجده هتنزل دلوقتي على الشاشه بقى عايزه حضرتك تعلق لنا عليها طبعا انا عارفه ان بسم الله ما شاء الله طبعا الشركه بتاعه حضرتك بتنقي اجود حاجه في الماتيريال في الجوده من ناحيه القماش من ناحيه التصميمات من ناحيه كل شيء فالمخرج بقى طبعا كبير هينزل لنا صوره دلوقتي وحضرتك تعلق لنا عليها اتفضلوا ده المصنع بتاعنا اتفضل ده دي مثلا سواريهات نثبته على فستان واحد بتحبين نعلق عليه مثلا تمام ماشي ناخد الصوره دي اول واحده واحده كده نعلق على الفستان نعلق عليه بعدها بس لو في فستان كمان نجيب بس اللي قبلها تمام بعدها كمان اللي بعدها دي كمان بعد اذنك تمام اتفضل مثلا زي الفستان ده نحن بنقول له فستان قومي تمام طبعا بكسر بتيجي على حسب المقاسات تمام بتيجي كلها جبير كلياته هاندي ميد في ماتيريال مثلا ماتيريال جليتر في ماتيريال جبير هاندي ميد في كذا قماش يعني متشكلين مثلا مثل حكايه هي نحن بنسميها بافي القماش ده تمام اسمه بافي مثلا بيناسب كل الاذواق وكشكل كتصنيع كلياته تصنيع يدوي وكلياته اذواق ان شاء الله بما انه تناسب للسوق المصري تمام اللي بعده ده فستان سواري مثلا كلياته كمان جبير تطريز باكستيشن ناعم حاجات خفيفه باذن الله تعالى ده الاستاذ خالد منورنا دائما طبعا على فستان ولا على خالد
لا والله الحقيقه بسم الله ما شاء الله يعني طبعا احنا على الهوا لا بسم الله ما شاء الله والله يعني كلهم يعني بعدين ما شاء الله يعني انا معايا اثنين من اكبر براند في الفساتين السواريه سواء كان الباشمهندس زكريا ولا الاستاذ خالد يعني استاذ ابراهيم بقى بس انا اول ما عرفتك باسم خالد على فكره طبعا باسم الاصل بقى قدام المشاهدين ابراهيم يعني ما شاء الله اتفضل كده علق يا استاذ زكريا ده فستان سواري ترتر بصي على ده كمان فستان سواري جومي طبعا بينقابل يعني الفساتين دي اللي بتشوفيها حضرتك بتقابل جميع المقاسات يعني بصي حضرتك ده لما يتلبس مثلا لو هتيجي واحده مثلا تخينه شوي او رفيعه شوي هيليق عليها بتكون متاح جميع المقاسات كلها جميع مقاساته هو كمان بنفس الوقت بيكون كقصه تبعه ك قوالب بترون وكل شيء باشين بتكون كلياتها على حسب المقاسات انه تقابل لكل الناس يعني بتكون متاحه مثلا للجميع. طب نستاذنك يا باشمهندس بس معانا مداخله ام محمد فضل. من كفر الشيخ. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. انا ام محمد عبد الغني من كفر الشيخ. يا اهلا بيكي يا حبيبتي اتفضلي. انا باخد بدعم الدكتور ابراهيم بصراحه يعني الدكتور ابراهيم مواعيده مظبوطه وحاسه كلها دكتورة أسنان تمام والصراحة معاملة بعد كده لبنتي دكتورة أسنان واحدة من الستات طب إيه رأيك في الجودة والخامة بتاعة أستاذ إبراهيم؟ لا الجودة والخامة أعلى منها ما فيش تمام أعلى عنده الصراحة شكرا ليكي يا حبيبتي أنا بنتي متزوقة عند المكان بتاعتي واخدة شكرا. من عند حضرتك فستان الشفا فستان الحنة فستان البحر شكرا يا حبيبتي شكرا يا حبيبتي تسلمي لي يا رب شكرا 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 يا ام محمد ربنا يخليك شكرا اتفضل نرجع تاني للصور بعد اذنك المخرج الكبير بتاعنا استاذ وليد اتفضل يا باشمهندس ده فستان لولي جبير هانديميد كله تمام تمام مع ديلي بيجي على حسب الطلب الديل في عندنا كمان نحن بنصمم مثلا الديول على حسب طلب الزبون مثلا لو عايزه ديل طويل او ديل اقصر كلياته ده بيتنفذ ومتاح جميع المقاسات تمام ونحن كمان عم نشتغل دلوقتي بالاكثر مثلا الاوردرات نحن مثلا لو اي حد عنده تصميم او اي حاجه كمان بننفذها له بكل تبع الشركه بتاعت حضرتك اللي في التجمع بالمية. الخامس التجمع الاول التجمع الاول بنفسج واحد ياسمين واحد ان شاء الله طبعا زي الفساتين دول استاذ سعيد ابراهيم ده المكتب اللي بنصدر من خلاله الفساتين حضرتك بقى كمان بتصدره يعني بنصدر للجزائر والمغرب حاليا وان شاء الله بنفتح خط باذن الله قريب جدا لفلسطين باذن الله على نفس رخصه المكتب باذن الله ما شاء الله طب برضو في فستان سواري جميل برضو زفاف نعلق عليه برضو طبعا ده فستان بيكون كوزن خفيف فستان طول نحن بنقول له تمام كلياته جبير وساتان محطوط بخامات كلياتها خامات مشغوله هاندي ميد تمام ومناسب لكل المقاسات وطبعا هي كل عروسه سبحان الله بيليق يعني عليها الفستان بتاعها حضرتك باشمهندس لو جات لك عميله هي مش عارفه تختار ايه انت حضرتك ممكن بترشدها طبعا شيء اكيد انت حضرتك لما بدك تيجي مثلا على حسب مقاسها على لو جتني مثلا عميله تخينه مش حتلاقي النفشه دي مثلا حلوه عليها قوي تمام حتلاقيها مثلا دي تلبق للضعاف للرفيعين تمام النفشه اللي بتيجي زي مثلا بدك تقولي نحن بنقول لها بنايق تمام بتيجي قصه واحده دي للتخان طبعا كل جسم بيلاقي عليه شيء معين بالضبط حضرتك طبعا في الشركه بتاعت حضرتك بيبقوا عارفين طبعا العميل اللي جاي هو عايز ايه او شكله بس ممكن ما يكونش عارف بس انت حضرتك بترشده طبعا شيء اكيد هو الستاف اللي موجود عندنا انه حاجه مثلا اول شيء تقيس كمان الزبونه تمام تشوف مثلا تكون عندها خيار واحد واثنين وثلاثه وعشرة تمام ونحن اختصاصنا اكثر تمام بالجمله اكثر ما يكون بالقطاعي هلا يعني مثلا حضرتك بتطلع كمان جمله نحن كله جمله نحن بنتعامل مع الاستاذ ابراهيم عباره عن كله جمله عباره عن كله جمله احنا باب الايجار قفلته خلاص الحمد لله واتجهتينا للقاهره يعني اي حد حابب بقى بيتعامل معاكم او بيتواصل الرقم طبعا متواجد على الشاشه بتاع حضراتكم تخصص جمله يعني اي حد حابب ياخد جمله بيتصل بيكم يعني الرقم ده عليه واتس وكيل عندنا الاستاذ خالد هنا بمصر كمان استاذ ابراهيم موجود عندنا هنا وكيل يعني ما شاء الله عليه ومن خلاله أنا طبعا هو شريك حضرتك طبعا الشركه الكبيره بتاعتكم هلا هو عباره عن تمام 100% هو عباره عن مستلم عندنا الخط يعني خط التوزيع هنا كله تمام فهمتيني وان شاء الله ربي يجعل الخير لنا ولإله هو مجتهد وما شاء الله مثل ما عم تتفضلي حضرتك ببدايه الكلام انه
ما شاء الله عليه. انت تعاملتي معه اكيد معاملته حلوه والدنيا تبعه انا تعاملت معه فعلا بالمثل فعلا يعني. ما شاء الله واخذت منه فعلا في السنسوريه الصراحه نال اعجاب كل اللي كانوا موجودين في المهرجان يعني. الحمد لله رب العالمين. هي هو يعني اسعد حاجه اكيد بتكون عنده يا اي حدا كصاحب محل او انا كصاحب مصنع. عرفت عليكي؟ بتكملوا بعض طبعا 100%. طبعا بتكملوا بعض. اي نعم اي نعم. منورنا اصلا يعني ان شاء الله ربي ومنور يعني الشام كلها منورانا والله. واحلى شغل صراحه شغل الشام سواء مش في الفساتين يعني في كل شيء متنوع يعني الصراحه يعني. في الغداء كمان في ايوه ما واضح على حضرتك يا استاذ ابراهيم يعني. نرجع بقى لحضرتك تكملينا يا استاذ ابراهيم بقى شغل حضرتك بقى. انا عارفه انت حضرتك دلوقتي بتقول لي برده ان انت بتصدر وعارفه ان انت شغل حضرتك بسم الله ما شاء الله بيتوسع وبيزيد اكتر فكلمنا برده عنه كده ادينا برده شويه. والله انا الحمد لله يعني بتعامل من خلال الرقم بتاعي اللي هو 010 اللي متواجد على متواجد الشاشه على الشاشه دون. تمام. الحمد لله انا بدات اجيب الزباين هنا في القاهره. حد يجيب حد يجيب حد لحد ما الحمد لله بدات ان انا افكر اعمل المكتب اجر شقه وشطبها. انا بعلن عن المكتب ده من سنتين مثلا. بدات الشغل فيه من سنتين. كان حلمي بالنسبه لي انني احصل على الرخصه. انا عارفه ان حضرتك قلت لي قبل الهوا ان احنا حضرتك طلعتها في رقم قياسي جدا. الحمد لله يعني الحمد لله. انا كنت بدفع ايجار المكان من جيبي لحد ما خدت الترخيص. والحمد لله الوقت خدت خط المغرب والجزائر وشغال هنا في القاهره برضو. عندي عملاء في اسيوط وعندي عملاء في ديار بنين. بدات بقى تتوسع بسم الله ما شاء الله في مجال شغلك. الحمد لله من خلال الرقم والسوشيال ميديا. الحمد لله يعني ربنا كريم يعني زي ما بيقولوا. والواحد طيب بيحلم انه يكون حاجه يعني عالميه. هنستأذنك بس معانا مداخله استاذه حبيبه من المغرب. الو 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 ايوه اتفضلي استاذه حبيبه اتفضلي معاكي. السلام عليكم. انا بشكركم وبشكر الاستاذ ابراهيم. يا اهلا بيك يا استاذه حبيبه منورتينا. الحمد لله شغله كله حلو وانا بتعامل معاه وبالفساتين بتاعته كلها حلوه ما شاء الله عليه ربنا يحميه. يا اهلا بيكي واهل المغرب واهل سوريا منورينا النهارده من خلال برنامجنا نور الحياه. يا اهلا بيكي ربنا يخليك نورتينا يا حبيبتي. انا بشكر البرنامج والاستاذ ابراهيم عشان انت كنت عامل معاه حاجات كلها حلوه. يا اهلا بيك بنشكرك حضرتك بنشكر حضرتك حبيبه قلبي شكرا ليكي. شكرا شكرا يا ام محمد شكرا جزيلا جزاك الله كل خير ما شاء الله يعني انت وصلت المغرب هو. الحمد لله. يا اهلا بيك. نرجع تاني طبعا لضيفنا الكبير طبعا النهارده. معلش بقى يا استاذ ابراهيم هو جاي ضيف لنا طبعا النهارده في بلدنا يعني كبير يعني. لا لا هو ضيف هو ضيف على القاهره يعني حضرتك زينا احنا اهل بلد واحده يعني هو ضيفنا ومنورنا طبعا. نرجع لحضرتك تاني يا باشمهندس زكريا. عايزه بقى حضرتك تقول لي ايه الجديد بقى في الفساتين بتاعت السواريه او الخطوبه؟ ايه الجديد اللي نزل فيها موده 2021؟ 2021 كلياتها الاستراس والهندميد اكيد كل سنه بتختلف الديزاين عن طبعا السنه اللي قبلها. اكيد كلياته هلا مثلا 2021 نازل الجبير الهندميد بشكل قوي جدا. هلا قبل نحن كنا عم نشتغل بالحاجات اللي فيها مثلا ليزر كليتر والحاجات دي. هلا 2021 كلياته متجه على الجبير الهندميد المشكوك هنديميد والاستراس. ده بقى الزفاف ولا الزفاف. الخطوبه تمام. اما الفساتين الخطوبه يعني المايله اكثر عباره عن جبير التطريز الحاجات السمبل القوي والهاديه. طب الاقبال حاجات الطول الاقبال بقى بيبقى ايه على الاكثر يا باشمهندس اللي هو بقى على الحاجات الهاديه ولا الحاجات بقى اللي بتبقى فيها شغل كتير؟ والله على حسب. هي دائما لازم نحن موجود عندنا كل حاجات كل الحاجات دي عشان انت احيانا دي بترجع للعميل نفسه للعميل 100%. احيانا على حسب المنطقه على مثلا مثل عندنا هون بمصر عندك جميع الاسواق. عندك مثلا خلينا نفترض نحن الاسكندريه غير مثلا الصعيد لانه اسكندريه مثلا طلبهم حاجه الصعيد حتى الصعيد مثلا المحافظات غير المدن من واحد لواحد طبعا اكيد يعني طبعا شيء اكيد 100%. وهون عندكم انتم ما شاء الله كان تشكيله واسعه فقد ما الواحد كان مبحر اكثر بالشغل واكثر قد ما عمل بيضلوا يعني شلون بدي لك لازم يعمل اكثر بحب دائما بدور على الجديد طبعا شيء اكيد الجديد كل يوم عشان كده بسم الله ما شاء الله الشركه بتاعت حضرتك مرسيل ان شاء الله ربي يسعدك. بس هي اسمها غريب شويه مسرابي. انا زكريا مسرابي هي باسم عيلتي انا والدي اسم العيله بتاعت حضرتك اللوجو بتاع حضرتك ان شاء الله يعني. ربي يسعدك. فبسم الله ما شاء الله هي يعني معروفه يعني شركه مسرابي الحمد يعني لله رب العالمين واخده برضه صوت على السوشيال ميديا يعني الحمد لله رب العالمين
نحن هو انا اخذت المصلحه من والدي من وقت يعني والده حضرتك برضه كان شغال بالمصلحه. نحن عباره من سوريا ولساته نحن محلاتنا لدلوقتي بسوريا شغالين وكل شيء على 24. نحن من قبل ما نجي لهون على مصر شغالين فيها ما شاء الله. هي شركة كبيرة معروفة شركة يبارك لي بعمرك يبارك لي بعمرك ودايما تكونوا منورينا في مصر وفي ما شاء الله عليكم انتم النور كله ما شاء الله يخليك. استاذ خالد انا بقى انا عارفه ان انت بسم الله ما شاء الله في حاجات جديد كنت انت قايل لي عليها قبل التصوير بقى اعملها وعامل تخفيضات جامده جدا يعني ادي نبذه كده صغيره برضو للمشاهدين عرف الناس يعني انت بالنسبه للي هو الشغل بتاع حضرتك اللي جاي من الخليج ده عليه عروض جميله جدا اسعار متميزه ومتفاوته بمناسبه عيد الام وبمناسبه الموسم الجديد باذن الله ان شاء الله يعدي عليك على خير باذن الله. ان شاء الله يكون في عرض كبير في التصوير الجاي باذن الله في ارض دبي. انا عارفه طبعا ان حضرتك طبعا مصور هتصور قريب ان شاء الله في دبي كنت انت بتقولي عليه قبل الهوا. ده هيبقى اكبر معرض للفستان السوري باذن الله هيكون حاجات يعني باسعار رمزيه جدا وحاجات كلها حاجات يعني حاجات بروفيشنال خمس نجوم. طب احنا عايزين هنا في ارض مصر ان شاء الله طبعا هيكون في مصر طبعا الاول اهم حاجه في مصر الاول باذن الله ربنا يوفقك. وبالنسبه لاخ زكريا انا اعرفه من قبل ما يجي مصر من انا لسه كنت بقى هسال السؤال يعني لسه كنت هسال سؤال يعني بسم الله ما شاء الله حضرتك مصري وهو حضرته سوري وحضرتكوا انتوا الاثنين بتشتغلوا في نفس المجال فعايز اعرف بقى يعني نقطه التقابل بتاعت حضرتكوا كانت ايه يعني نقطه التقابل. طبعا الاستاذ خالد كان هو ما شاء الله حياته كلها تم قضيها سفر فنزل مره على سوريا بسم الله ما شاء الله عارفه انا بقى في ايطاليا والمغرب مش مقتصر على مصر بس ما شاء الله عليه نزل على سوريا تعرفت عليه انا بسوريا الاستاذ خالد انا بعرفه بناديله باسم خالد لانه نحن بنعرفه من زمان وانا برضه اعرفه من زمان على انه خالد اي نعم بقى نزل عنا على سوريا تعرفت عليه بسوريا وكان يجيب لهنا فساتين ماشي من قبل ما يجوا السوريين لهنا بقى معرفتنا فيه قديمه مش جديده تمام الحمد لله رب العالمين تعرفنا عليه والحمد لله هو مجتهد و ما شاء الله من الناس المتفوقين هنا لا استاذ خالد ما شاء الله عليه يعني ونحن بنثق فيه اكيد ثقه عمياء بشغله وبطريقه تعامله مع العميل يعني مثل ما هلا نحن قاعدين معك سمعنا تليفون اجى من المغرب اكيد هذا الشيء لانه هو مثلا عفوا زارع طيب لا شيء طيب مثلا على هواء تخيلي انه من المغرب متصلين هلا مشان انه طب احنا معانا بس دقيقه كده بس حضرتك برضه تقول ايه كده النهارده من خلال برنامجنا عشان خلاص الوقت جرى والله معاكم بسرعه يعني والله وانا كمان اتفضلي تقولي حضرتك بس دقيقه بقى كده نقول ايه النهارده عشان برضه استاذ خالد يقول لنا كلمه كده برضه في الختام حضرتك تحب تقول ايه النهارده هلا النهارده نحن تشرفنا بمعرفتكم وان شاء الله نحن بتستنونا بكل جديد وبكل تفوق ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى ونكون نحن بالبدايه والنهايه جامعين الشيء اللي بنحلم نوصل له بالمجال الفساتين الزفاف والاسواري هذا ان شاء الله منورنا وان شاء الله ما تكونش اخر مره باذن الله يا رب يا رب حضرتك بقى في الختام يا استاذ خالد دلوقتي والله يجرى معاكم بسرعه ان شاء الله عليكم حلقه جميله جدا يعني ودمها خفيف الحمد لله ربنا يخليك وان شاء الله كل جديد هيكون باذن الله والتواصل هيكون على حسب الرقم على رقم بقى المتواجد على الشاشه ان شاء الله اي حد حابب يتواصل مع حضراتكم طبعا ان شاء الله يتواصل على الرقم اللي متواجد معانا والله احنا سعداء وحلقه جميله كده وخفيفه ما شاء الله عليكم وان شاء الله نكررها باذن الله وسعيده فعلا باللقاء ونورتونا وشرفتونا ونورت القاهره ونورت الدنيا كلها الله يبارك عمرك الله يخليك وطبعا منورنا استاذ خالد انا عارفه ان انت جاي لنا من سفر واخرناك متاسف فين يعني عارفه حضرتك جاي لنا من المنصوره طبعا بلدي الجميله طبعا بنشكرك طبعا وان شاء الله لينا لقاء اخر مع حضرتك ان شاء الله ان شاء الله شكرا لكم مشاهدينا اتمنى ان شاء الله تكون الحلقه نالت اعجابكم وان شاء الله نعيد اللقاء باذن الله مع ضيوفنا الجمال منورنا ومشرفنا النهارده الاستاذ طبعا خالد ابراهيم سعيد بلاش خالد عشان عرفتك باسم خالد والبشمهندس الكبير طبعا صاحب شركه مرسابي الاستاذ زكريا منورنا استاذ زكريا شكرا لكم مشاهدينا وبشكر كل القائمين على البرنامج النهارده طبعا استاذ وليد استاذ محمد استاذ عبد الرحمن استاذ عبد الله استاذ عمر يعني مجموعه كبيره يا جدعان استاذ ناصر مش عايزه انسى حد شكرا لكم مشاهدينك كانت معكم نيل الخولي في امان الله